والآن مع كلمة الدكتور مهند مجدي رئيس اللجنة العليا للبطولة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي. And now the word of Dr. Mohammed Magdi, the president of the High Commat of the Championship and the member of the Ahli Board of Directors. معايا مايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أقدم لسيادتكم تحيات جميع أعضاء مجلس الإدارة الموقر. دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي. السيد موري كيتا رئيس لجنة الاحتكام بالاتحاد الأفريقي. السيد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة. السادة رؤساء البعثات وممثلي الأندية المشاركة في البطولة. السيدات والسادة الحضور، أهلا وسهلا بكم داخل بيتنا الكبير النادي الأهلي العريق. ونتمنى من الله عز وجل أن يكون النادي الأهلي هو خير ممثل للاتحاد الأفريقي في مستهل هذا الحدث العظيم للقارة السمراء. كما نتوجه أيضا بالشكر للاتحاد الأفريقي على ثقتهم الغالية في اختيار النادي الأهلي للعام الثاني على التوالي لاحتضان جميع الفرق المشاركة في هذا المحفل الكبير على أرضه وبين جدرانه. وفي النهاية نتمنى لجميع الفرق المشاركة التوفيق في البطولة الأفريقية للأندية الأبطال للكرة الطائرة في نسختها 38. Wish all the best of the all teams participating in the African Volleyball Championship in its 38th edition. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.